قام محافظ محافظة البحر الغربية أحمد تيجاني موسى بجولة تفقدية شملت بعضا من المؤسسات التعليمية بمحافظة البحر الغربية لمعرفة سير العملية التعليمية والبداية الفعلية للعام الدراسي الجديد. تقرير زميل أحمد داود أدم. شملت الجولة التي قام بها محافظ البطحة الغربية أحمد تيجاني موسى والوفد المرافق له عدة مدارس، وهي مدرسة حل الشريف ومدرسة البلدية والشيخ أبيض العربية والشاتو مدرسة القراش وثانوية أصيل أحمد أقبش. المحافظ لاحظ خلال تجواله في هذه المدارس أن الدراسة انتظمت فعلا وأن التلاميذ في الفصول، كما أن المعلمين كلهم متواجدون ما عدا 3 و4 سجلوا في ثانوية أصيل أحمد أقبش. وأكد يعقوب إبراهيم مفتش التربية الوطني بمحافظة البطحة الغربية أن بداية العام الدراسي يبشر بالخير، كما أن إدارة المدارس والمعلمين قد التزموا بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية. ودعا يعقوب إبراهيم أولياء أمور التلاميذ حث أبنائهم إلى الالتحاق بالمدرسة، وقال إن حوالي 70% من التلاميذ سجلوا حتى الآن وبدأوا الدراسة فعلا. محافظ البطحة الغربية أحمد تيجاني موسى شكر إدارة المدارس والمعلمين على بدء الدراسة في الوقت والزمن المحدد لها، وقال إنه سعيد جدا لانتظام الدراسة ووصول كل المعلمين، وأكد أن ما شاهده من ارتفاع نسبة تسجيل الفتيات والذي يفوق عدد الأولاد في بعض المدارس لدليل على وعي أمور التلاميذ بتعليم الفتاة. ونشير إلى أن العام الدراسي لهذا العام بدأ فعلا في 2 أكتوبر في جميع المدارس بالبطحة الغربية. قدمت صباح اليوم مؤسسة القلب الكبير معدات مدرسية لبعض المدارس الابتدائية بمركز إداري كندل بحضور رئيس مركز إداري كندل وأعضاء مؤسسة القلب الكبير. تقرير أحمد خميس جمعة. فلندعم المدرسة التشادية، كان ذلك هو شعار الحملة الوطنية التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير لأجل تقديم المساعدات للمؤسسات التعليمية في كافة أنحاء البلاد. كان الدور اليوم لتقديم الدعم إلى معظم تلاميذ المدارس الكائنة بمركز إداري كندل. ففي الحفل المنظم لتوزيع المساعدات المدرسية في ساحة المدرسة الرسمية لكندل ألقيت العديد من الكلمات، أولاها الكلمة الترحيبية للعمدة علي دايان. عقب ذلك قدمت إحدى المعلمات كلمة مجموعة المدارس أثنوا خلالها على مؤسسة القلب الكبير لهذه الهدايا القيمة، مطالبين منها دعم المدارس بالمقاعد وبناء سور للمدرسة. من ثم قدم رئيس البعثة بتلميارم كلمة شكر خلالها القائمين بأمر التعليم في المنطقة، لافتا انتباه الحضور بأن نشاطات مؤسسة القلب الكبير لم تنحصر في الرعاية الاجتماعية والصحية، بل تهتم بالتعليم، إذ أن تربية الأطفال يعني تربية الأمة. وعليه فإن سيدة البلاد الأولى تشجع تعليم البنت وتطلب من أولياء الأمور ترك البنات لمواصلة دروسهن لأجل المساهمة في بناء الوطن. تلا ذلك كلمة رئيس المركز الإداري لكندل عمر إسحاق فورازي، قدم شكره لسيدة البلاد الأولى مؤكدا بأن مثل هذه المبادرات تشجع التلاميذ والأولياء في دفع تلاميذهم إلى التعليم، كما يسهم في مساعدة سياسة الحكومة في مجال التعليم. ختم الحفل بتوزيع معدات مدرسية رمزية إلى مفتش التعليم في المنطقة والتلاميذ. للإشارة فإن مؤسسة القلب الكبير ستواصل في حملتها لتغطي جميع المدارس في كافة أرجاء البلاد. بحضور مندوب التربية الوطنية مدينة أنجمان، افتتح النائب الأول لعمدة الدائرة الخامسة افتتح عصر أمس مركز السلام المزدوج لمحو الأمية وسط حضور عدد كبير من المدعوين. تقرير محمد صلاح حسين وقراءة حسن جدا عمر. بهدف رفع مستوى التعليم والحد من نسبة الأمية، جاء افتتاح مركز السلام المزدوج لمحو الأمية، وذلك لتعليم الكبار من رجال ونساء، حيث جاءت فكرة إنشاء هذا المركز منذ عام 2015، وذلك بمبادرة من شباب الدائرة الخامسة. هذا المركز على حسب مؤسسه محمد حارون يهدف إلى إعطاء الفرصة للأشخاص المتقدمين في العمر والشباب الذين تخلوا عن الدراسة النظامية في مراحل مبكرة. نحن اجتمعنا اليوم وفي هذا الوقت المبارك لنفتح معا مركز السلام المزدوج لمحو الأمية
نطلب من الدارسين بهذا المركز أي من الكبار في السن والشباب الذين تخلوا عن التعليم من كلا الجنسين عليهم الإسراء بتسجيل أسمائهم، لأن الدراسة قد بدأت منذ 2 أكتوبر لعام 2017. بادرة شبابية أشاد بها على العمدة النائب الأول لبلدية الدائرة الخامسة. أسم أنا البلدية أنا السنكم أرندسما نشكر المؤسس أنا هذا السنتر. السنتر ده بس فكر أنا المسائل الكبار أنا الدولة وفي رأسه رئيس الجمهورية فخامة الرئيس إدريس ديبي إدنو قاعد بيفكر في تطور النشاط وفي الدراسة عن المواطنين التشاديين. ويعتبر تأسيس هذا المركز كبادرة شبابية تسهم في محو الأمية وتثقيفهم بالأمور الابتدائية كالكتابة والقراءة وغيرها مما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية.